قبل اللقاء بدنا ناخذ لمحة عن مسيرته السينمائية. يعتبر ضيفنا الممثل أشرف برهوم ابن ترشيحة واحد من الممثلين العرب القلائل اللي حققوا تواجد حلو في السينما العالمية. قدم أكثر من عمل مسرحي بعد دراسته للقب الأول في قسم المسرح في جامعة حيفا. البداية السينمائية كانت عام 2002 لما أسند له المخرج علي نصار بطولة فيلم في الشهر التاسع. عام 2004 بقدم أشرف كمان فيلم مهم العروس السورية إخراج إيران ريكليس سيناريو سهى عراف. عام 2005 بشارك أشرف في فيلم المخرج هاني أبو أسعد الجنة الآن. إخوان إحنا لازم نترك المكان فورا، في احتمال إنه سعيد خاننا ونمسك. اللي رح نعمله هيك نعطي تحذير لكل الأماكن اللي كان فيها بما في ذلك كل أعضاء الخليل اللي كانوا في اتصال معه. مش معقول، أنا بعرف سعيد أكيد ما خناش. بهالمرحلة أشرف الظاهر بلفت انتباه المخرجين لموهبته، خاصة إنه الفيلم وصل للمرحلة الأخيرة في ترشيحات الأوسكار وانعرض بأهم المهرجانات العالمية. عام 2007 بيقدم أشرف أول أعماله في السينما العالمية فيلم المملكة. بعدها بسنتين عام 2009 بيشارك في فيلم أغورا فيه يجسد ببراعة دور الراهب أمانيوس. لتتوالى الأفلام والمسلسلات والتجارب فشارك في العديد من الأعمال الإنتاجية الضخمة مع نجوم ومخرجين عالميين منهم جوني ديب وجيمي فوكس، إلى جانب مسلسلات من أبرزها تايرنت ومشاركات وبطولات في أفلام عربية منها يا طير الطاير إخراج هاني أبو أسعد، المنعطف للأردني رفيع عسل. أنا أهلي طلعوا بال67 خليت بعمان، شفت حرب وحدي، وفي الفيلم السعودي سيدة البحر. أعمال جديدة شارك فيها راح تنعرض بالفترة القادمة في أهم المهرجانات السينمائية البندقية ومهرجان تورونتو. راح نتعرف على تفاصيلها من ضيفنا وموقفه كمان من الكورونا وتعامل السلطة معها. أشرف برهوم نرحب فيك معنا. مرحبا أشرف. سلامات سلامات، كيف حالك؟ نرحب فيك معنا. الحمد لله. امسكناك وين؟ خارج البلاد وانتهيت من تصوير عمل. أنجزت فيلم بعنوان إكسودوس، بالعربي ترحيل أو تهجير. الفيلم من إنتاج سويدي للمخرج أبي حسن، وحاليا أنا موجود في ستوكهولم بعد ما خلصت الفيلم. يعني قصة رائعة تتناول موضوع اللاجئين، موضوع طفلة سورية في رحلة تهجيرها لأوروبا. أشرف أنت طبعا بالفترة الأخيرة عم نسمع عن أعمال كتير عم بتشارك فيها، منحب نخط منك فكرة، خاصة أنه بعض الأعمال رح تعرض قريبا بالمهرجانات. منبلش بالغريب نحكي عن هالفيلم، معك محمد بكري كمان، أمال قيس ومجموعة من الفنانين. احكي لنا شوي عن دورك وعن هالفيلم. مظبوط، يعني لسعادتنا كلنا ولفخرنا كلنا أنه يطلع فيلم الغريب من قلب الجولان يعني. ومشاركين في مهرجان فينيسيا. القصة بتتناول قصة طبيب مدمن كحول وعنده هيك يعني إشكاليات مع ماضيه، خصوصا أنه ما كمل تعليمه. هل الجولان حاضر هناك أشرف؟ يعني قضية الجولان موجودة زي ما كان بفيلمك كمان بالعروس السورية قبل؟ موجودة ولكن بسياقات القصة هي متداخلة يعني بشكل معقد، بس الفكرة بأساسها ماخدة يعني الحالة الجولانية خلينا نقول في المجتمع، وطبعا كل التركيبة مع تعقيداتها من دون ما أفوت كتير بتفاصيل حتى يبقى التشويق موجود بالفعل لما الناس تحضر الفيلم. راح نكون بمهرجان فينيسيا، وهي طبعا شرف وإنجاز عظيم يعني لكل أهلنا بالجولان ولإلنا طبعا في الداخل. أكيد هالسنة بمهرجان البندقية راح يكون في عدد كبير من فنانينا ومخرجينا كمان بأعمال، وانت واحد منهم طبعا أشرف. أشرف في عدة أعمال كمان حابين نحكي عنها، منها فيلم فرحة مع علي سليمان كمان من الأفلام الجديدة. فرحة برضو يعني فيلم اللي أنجزته قبل سنتين في الأردن، أردني للمخرج أردني فلسطيني ممكن نقول، للمخرج دارين سلام، ومشارك بمهرجان تورونتو. الفيلم مستوحى من أحداث 48، بتناول قصة فتاة حلمها تتعلم ولكن أبوها المختار مشغول في يعني ظروف المعارك ومواجهة الاحتلال، يعني بيضطر أنه يحميها أو ينشغل في بقائها
على قيد الحياة. فكمان فيلم كتير مهم وبرضو مميز. طيب نستنى نحضره كمان. المخرج دارين كمان مخرجات الجداد، تحب انت تتعاون مع مخرجين جدد كمان أمير فخر الدين؟ يعني بتجربتي هيك من وقت ما بديت أشتغل كتير جاني يعني فرص إنه يكون أول أفلام أشتغل فيها. مظبوط. فهذا من جهة شيء دائما رائع، وطبعا بيكون فيه برضو يعني تحدي كمان للمخرج وكمان لإلي حتى يكون في تعاون ويكون خلق. ما فيها مغامرة معينة أشرف؟ طلع يعني شادي لما بيكون في قصة وسيناريو بجيد فبصير العمل ممتع، بصير الإبداع يعني يخلق ظروف مميزة وخاصة. وزي بكل شيء دائما التجارب الأولى بيكون في إلها سحر معين وإلها ميزة معينة. طبعا من دون ما نجهل موضوع التحدي والصعوبات اللي بتكون عادة بأول أفلام. منلاحظ أنه تجاربك متعددة، يعني في لك تجربة بالسينما السعودية مثلا مع سيدة البحر بالأردنية، طبعا فلسطينية، أفلام إسرائيلية. يعني عشان أكون يعني واضح أو أشاركك أكثر، أنا هذا جزء من رؤيتي ومن من محبتي لهذه المهنة، أنه في إمكانية أنه الواحد يتعامل مع حضارات وثقافات مختلفة. العالم تبعنا مليان قصص ومليان تجارب، وفكرة المشاركة الإنسانية هاي أنا بشوفها يعني شيء بيغني، بيطور الإنسان وبيطورني أنا كتير، ومن خلاله بقدر الواحد يعني يلاقي القواسم المشتركة الكتيرة الموجودة برغم الاختلافات. يعني فخور بأي تجارب ممكن نحكي عنها بالتحديد؟ كله يعني المنعطف مثلا مع راحل رفقي عساف وقتها بنذكر ربحت جائزة أفضل ممثل، صحيح، بمهرجان مالمو. بس كل تجربة إلها كمان مرة إلها يعني خصوصيتها. بدي أقول لك يعني فيش تمييز إنه هاي أحسن من هاي، ولكن في تميز لكل تجربة بهويتها الخاصة، بذكرياتها، بتحدياتها، بصراعاتها. احنا عم نحدث عن السينما العربية، ولك انت كمان تجارب مهمة جدا بالسينما العالمية الامريكية الاوروبية، تجارب عديدة. ابرز عمل ممكن شفت انه لامس الناس او حسيت نجاح جماهيري من اعمالك أشرف؟ ما هو شادي كل عمل بخاطب ناس، بخاطب شريحة. يعني صعب نيجي نقول انه شيء اللي هو بيشمل الكل. في ناس مثلا بتتواصل مع أفلام من نوعية أجورا اللي أنا كتير بعتز فيه وبحبه، وفي ناس بتتواصل مع أفلام أكتر أكشن. في يعني في زي ما تقول كل شريحة بثقافتها يعني انجذابها لعالم السينما بحبها لنوعية أفلام أو قصص معينة. أنا تابعتك شوي بالفيسبوك وشفت أنه بهمك موضوع الكورونا أشرف، أهمك هالموضوع ودائما بتشير. مظبوط، وضح لي موقفك أكثر. أول شيء شكرا أنه بتعطيني هاي الفرصة، وبفكر أنه هذا موضوع كلنا عم نعاني منه. يعني السنة ونص اللي مرقت عملت كتير تأثير سلبي في حياة مجتمعنا وفي حياة كل المجتمعات يبدو. من أي ناحية؟ فسر لي أكثر من أي ناحية. يعني إذا بدي أخوض أنا بقصة الإجراءات الوقائية اللي هي سببت إشكاليات ومشاكل أعمق وأخطر من المرض الافتراضي، إذا اعتبرنا أنه موجود بالشكل بالصيغة اللي بيحكي عنها. يعني نتائج التعاطي والأسلوب والسلوك من الحكومة ومن وزارة المرض، بسميها مش وزارة الصحة، أفرزت حالي من النتائج والتبعات اللي هي يعني ما بعرف قديش بعد رح تسوق، ولكن احنا في مرحلة اللي هي تحتاج الى وعي والى مواجهة بشكل سليم لهذا التوجه او لهذا التعاطي. انت قالك ايش بالضبط؟ انا اللي شايفه بموضوع التخويف والترهيب، بموضوع استخدام الأزمة
بشكل مادي، استغلال هذا الظرف لجني أرباح كان مادية أو سلطوية. يعني على سبيل المثال، بعرفش إذا عندك معلومات أنت، إنه بأول 4 أشهر هلأ، بالأشهر اللي مرقناها، فايزر عملت 3.5 مليار دولار. هدول بس بأول أول ربع السنة، والتوقع أنه يصلوا ل 15 مليار هاي السنة. لما في ربح مادي من أزمة، ساعتها إحنا لازم نفحص حقيقة ونطرح الأسئلة ونواجه شو العلاقة ما بين الربح المادي وحقيقة الأزمة أو تفاصيلها. نعم، أنت تطعمت أشرف ولا مش مآمن بالتطعيم؟ ما هو هاي كمان نقطة اللي إحنا يعني ما هي إشكالية. يعني اليوم إذا بدي أسلط الضوء بشكل أكتر على موضوع الثقة، إحنا اليوم عايشين في دولة أو في إطار تعاطي من خلال الحكومات الموجودة، حكومات مليانة فساد، فساد بالسلطة وفساد بالمادة والاستغلال وشغلات قدامنا هاي. فبعرفش أنا شو بخلينا ما نشوفش امتداد هذا الفساد في أمور أخرى. تمام، إن شاء الله فكرتك كانت واضحة للناس والناس سمعت. طبعا بدنا نشكرك أشرف برهوم، إحنا مبسوطين دايما أنه نحكي معك ونشوفك كمان بأعمال حلوة، فخورين فيك. طبعا مشكور كتير شادي، وبتمنى أنه يعني الكل يكون بحالة صحية سليمة إن شاء الله. أولا نفسيا وطبعا بدون شك كمان جسديا، مع حفظ الأمان والثقة وعدم التعامل من خلال الخوف والترهيب. نعم، ورح ترجع البلاد. وفهمنا كمان قبل ما نختم هيك، في مشروع هامك هالأيامات عم بتقوم بإخراجه، ممكن بالتحضير له، فيلم وثائقي عن بلدك، ترشيحه. مظبوط، أنا عم بشتغل من فترة، يعني صار لي من شيء 4-5 سنوات دائما كان يشغلني الكبار بالسن، لأنه بعرف قديش عندهم قصص من جهة، ويعني مشحونين في الماضي وفي علاقتهم مع الحياة بشكل مختلف عن جيلي مثلا أو عن الجيل اللي أصغر. هاي القصص دائما يعني حبيت أسمعها، لأنه كنت كمان واعي إلى حد ما أنه هاي القصص هن بيحبوا يحكوها. فاللي صار أنه بدرت يعني للقاءات مع 12 شخص من مواليد سنوات 30 حتى أسمع تجربة حياتهم، أو أخذ بورتريه يعني لشخصياتهم بكل اللي مرقوه خلال يعني 3 مراحل في الحياة، دي فترة الانتداب، فترة المعارك اللي صارت في ترشيحة، التهجير وكيف تسللوا ورجعوا، والفترة اللي هي تختص باليوم ونظرتهم على الحياة بشكل عام. هاي وثيقة للتاريخ. حلو، وثيقة للتاريخ بقول. حلو، صحيح. شكرا صحيح. أشرف برهوم، إلى اللقاء، ونحب نلتقي معك كمان بلقاء موسع أكثر بس ترجع البلاد إن شاء الله. شادي، وشكرا لك. إلى اللقاء.